أنا رأيي الوليد ورفلي الكلام هذا موجه خليفة حفتر. أنت يا خليفة حفتر كانوا صفوا ولدك صدام في بنغازي، أنا حطلع أنت ملي قتله في أقل من ساعتين. بس محمود هذا بطل ليبيا، هو اللي خلاك أنت تقمعز في القيادة، هو اللي خلاك هو ورجال الصاعقة قوات خاصة هم اللي خلوك انت في مكانك. انت ما شفناكش انت في اي موضوع ايجابي في قضية محمود. انت محمود ما وجعكش حتى بالكذب، ما درتش حتى عزاء انت في القيادة العامة. كان صفو صدام راو في اقل من يوم انت طلعت القضية متاعة، الموضوع تم واضح، الموضوع تم مكشوف، موضوع تم علني. نحن عارفين ان غرفة عملية مصراتة هي اللي صفت محمود التعليمات من قطر من تركيا. بس نحن اللي نبو نتأكدوا منها ان من الدال اللي دل علي محمود في بنغازي وخلاهم يصفوه، هذه هي النقطة اللي نبو نوصلوا لها. بس في موضوع محيرنا وهذا هو قاعدين نفكروا فيه، اجتماع 5+5 في سرت، هذا هو اللي عليه نقطة استفهام كبيرة. ودم محمود يا حفتر اقسم بالله ما انا مسيبيننا، اقسم بالله الكلام هذا موجه لك انت يا حفتر، والله العظيم ما انا مسيبيننا. وانا الرايد وليد ورفلي اقسم بالله ما انا مسيبيننا. وعليكم السلام.